أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم ودراما هذا الشهر التي يستعد لها النجوم على قدم وساق منذ فترة، حيث كشف عدد كبير منهم عن صور من كواليس مسلسلاتهم التي سينافسون بها في رمضان 2020، والتي رصدت إطلالاتهم المختلفة التي فاجأوا بها الجمهور. ومن بين هؤلاء الفنان أمير كرارة والفنان ياسر جلال ومحمد رمضان ونديم نجيم وغيرهم. الفنان ياسر جلال في كواليس مسلسل الفتوة، وتشاركه أيضا الفنانة مي عمر، حيث تجسد شخصية بنت شعبية من حي الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التي تجعلها تدخل في العديد من الأزمات. المسلسل يتناول بعض الأحداث الاجتماعية بالحارة المصرية قديما، وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر. وهنا يظهر الفنان ياسر جلال مع الفنان إدوارد في كواليس المسلسل الذي يشارك فيه عدد من النجوم أيضا، ومنهم نجلاء بدر وغيرهم. الفنان عمرو يوسف يخوض تجربة جديدة من خلال الدراما التاريخية، حيث يقدم هذا العام شخصية خالد بن الوليد في مسلسل سيف الله. وتداول الجمهور صورة من كواليس تصوير المسلسل والتي ظهر فيها عمرو يوسف بالملابس الحربية. الفنانة نادين نجيم من المقرر أن تنافس بمسلسل يحمل اسم 2020، حيث حرصت على مشاركة الجمهور بصور من كواليس المسلسل، وقررت تغيير شكلها وقصة شعرها من أجل الدور الذي تلعبه في المسلسل، وستقوم بدور شخصية النقيب سماء، حيث تجسد للمرة الأولى دور بوليسي، كما ستظهر بدون مكياج تقريبا في الأحداث. الفنان محمد رمضان بدأ تصوير أحداث مسلسل البرنس الذي سينافس به في شهر رمضان 2020، ويبدو أن المسلسل يدور في إحدى المناطق الشعبية، وهو ما ظهر في الصور التي انتشرت من الكواليس. كما شاركت الفنانة روجينا جمهورها على انستغرام بصورها وهي مرتدية ملابس الشخصية التي ستقدمها بمسلسل البرنس، وظهرت في إطلالة فتاة شعبية تعتمد على وجود الكثير من المكياج. الفنان أمير كرارة ينافس في شهر رمضان بمسلسل الاختيار، حيث يجسد شخصية الشهيد المصري أحمد المنسي. وقرر الفنان أمير كرارة التخلي عن شاربه من أجل أداء الدور، وهو ما عرضه لمواقف محرجة بحسب ما كشف في أحد البرامج. الفنانة ياسمين عبد العزيز بدأت تصوير مسلسلها الذي يحمل اسم ونحب تاني ليه مع الفنان كريم فهمي وشريف منير وغيرهم. وبحسب الصور المنتشرة من الكواليس، تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز في إطلالة سيدة من الطبقة الراقية.